لما يكون الجميد زي هيك بكرات احنا بنجيب مي مغليه وبنمرسه. انه هون عندنا العدس بده ينسلق نصها سلقه وحنرجع نزيد عليه الجريل. هلا بالنسبه لللبن الجميد احنا حطينا الجميد، رح نستنى انه يعني يغلي منيح، بعدين بدنا نضيف لبن المخيط. نحط ملح وفلفل وبهارات، بس خلينا مع السمنه نحط البصل ونقليه لياخذ لون، وبعدين بعدين بدنا نضيفه على الجميد. وانت حترجع تضيفي كل هذا الخليط على خليط اللبن 100%. بدنا نحط الحمص والبهارات، بعدين نحط البصل. طب بالنسبة للقرع، أنا شايفة هون في عنا قرع على الطاولة، شو إمتى مقطعه القرع على جنب؟ أوكي، القرع مع العدس. هلأ أنا أخذت ناخد نص كمية أو ربع كمية العدس ونخلطها مع القرع مع شوية مي ومنستويها، لأنه هاي بتيجي الزينة.